السيدة الرئيسة كنشوفوا تعاملكم مع المسنين يعني معمم، ما كتاخذوش بأن المغرب المجتمع المغربي يختلف، يعني المسن في الأقاليم الصحراوية ماشي هو المسن في الشمال ماشي هو، ولهذا خديتوا معيار واحد في مراكز رعاية المسنين، خديتوا مقياس الدار البيضاء والرباط، وكاينين بعض المدن اللي كنقول لك ماشي حاجة لهم، لأن سياسة الحكومة ديالكم هي اللي أدات، لأن ملي كنديروا الدري راجل كنسكنوه في الطبقة الرابعة في 200 ألف سكن بدون مصعد، كنقولوا له دي باك لدار المسنين، على الأقل نوجدوا له دار المسنين، لأن كنت مشينا في السكن اللي عرفناه المغاربة وعشنا فيه كاملين وعاوننا فيه، ما كانوش غنوصلوا لهذا المواصل. دابا كنسولك على الأقاليم، واش عندكم رؤية بأن المجتمع الدستور كينص بأن هناك اختلاف ثقافات في العادات في التقاليد ديال المغاربة، راه المغاربة ماشي بحال بحال، وماشي الدار البيضاء والرباط هي المقياس. وشكرا سيدة الوزيرة. شكرا. هل هناك تعقيب إضافي؟ جواب السيدة الوزيرة. هو في الواقع أن واحد الاشتغال مهم جدا على مستوى مؤسسة الرعاية الاجتماعية ديال المسنين، لا من حيث التأهيل ولا من حيث تجويد الخدمات ولا من حيث تكوين العمل الاجتماعيين، ولكن بغيت نقول للأخ المشكلة ماشي هذه، المشكلة الآن في الإنسان، راه كاين اللي عنده فيلا في الغيد شوسي وكيشد به وكيحطو في الباب ديال مؤسسة الرعاية الاجتماعية والله يطلعوا التران ويوضروا تمايا. القضية راه ماشي ديال توازيوم ولا كاتخيام إيطاج، القضية ديال ثقافة جديدة، تحول قيمي. اليوم ولاو الشبان والراشدين بشكل عام كيتملصوا من المسؤولية ديالهم إزاء المسنين. الآن المؤسسات ديال المسنين تتأهل، لأن نحن فاهمين بأن الجليس ديال المسن راه ماشي هو ذاك المربي بالنسبة للطفل، واليوم هاد الدورات التكوينية جارية المفعول، عندنا تعاون مع مؤسسات وطنية اللي هي كتساعدنا بحال سي دي جي بحال سي بي بحال كوا بحال واحد مجموعة من المؤسسات اللي كيعاونوا، وكذلك الميزانية ديال الدولة. علاش؟ لأننا عازمين باش نصحوا المنظومة ديال مؤسسات الرعاية الاجتماعية بأكملها، وعمر موضوع المسنين ما كان عنده